خيرات، مساء البركات مشاهدينا الكرام وفي الوطنية الأولى متتابعي الوطنية الآن. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجنا. نتلقاو اليوم 31 ماي 2022، زوز مواضيع مهمين اليوم في لقائنا هذا المساء في الوطنية الآن. أكيد الموضوع الرئيسي هو موقف الرئيس قيس سعيد من لجنة البندقية ومن التدخل في الشأن التونسي. حاضرين معانا الحديث في هذا الموضوع أستاذ خالد عبيد، أكيد المحل السياسي. مساء الخير، مرحبا بك سي خالد. كذلك أستاذ نسيب إبراهيم الوسلاتي، أكيد الصحفي والمحلل السياسي، مرحبا بك. يلتحق بنا بعد حين كذلك سي محمد الحصايري، سعادة السفير السابق، للحديث والخوض في هذا الموضوع. وفي الجزء الأول من لقائنا هذا المساء سنتحدث على مؤتمر طبي صيدلي كبير ستحتضنه مدينة المنصير انطلاقا من يوم 2 جوان على امتداد يومين، والحقيقة بشي يضم كوكبة كبيرة من أهم الأطباء في العالم العربي وتونس والصيادلة كذلك وإفريقيا، والحقيقة سيشارك فيه كذلك حتى شخصيات مهمة مرشحة فيها، من هو مرشح حتى لجائزة نوبل. الموضوع متاع محور الأيام العلمية لكلية الصيدلة بالمناسير والجمعية التونسية للأعشاب الطبية هو 3 أنواع من الأمراض الجلدية، نتعرف عليها ونتعرف أسبابها. مهم جدا انكم تتابعوا التوجه والعوده الى الاعشاب الطبيه والتداوي بالاعشاب الطبيه. باش يكون حاضر معنا سيد رئيس الجمعيه التونسيه للتداوي بالاعشاب الطبيه دكتور رشيد الشملي، كذلك حاضر معنا بعد حين الدكتوره ايناس البلاقي عنابي للحديث والخوض في هذا الموضوع، اكيد عن كليه الصيدله بالمنستير. اولى المواضيع نتاعنا ساعه نحبوا نرحبوا بك سي خالد، شو احوال الصحه؟ لاباس؟ مادام معايا سي ابراهيم لاباس. اه؟ مادام معنا ومقابلني سي ابراهيم لاباس. الحمد لله، الحقيقه هو حبيت نتحدث قبل ما نخوض ومن بعد في الجزء الثاني من هذا اللقاء حول موقف السيد رئيس الجمهوريه من لجنه البندقيه، لكن هناك العديد الحقيقه كذلك من المواضيع الاخرى، خاصه سي ابراهيم عنده ما يحب يحكي حول المواضيع الاقتصاديه خاصه هكا ولا، وهذه المؤشرات والتصنيفات المتتالية لتونس وإجراءات المعقدة خاصة لاستعادة غمار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. لا فعلا، مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات أولا. ثانيا يعني المؤشرات ما هيش لا تبشر ببرشا خير، ما نقولش بخير، خاصة فيما يتعلق بعودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. نحن الآن طوينا تقريبا نصف السنة، سنة 2005 أشهر تاع سنة 2022، ونعرف أن كان يفترض كون الحكومة التونسية تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على الأقل خلال شهر مارس أو شهر أفريل الفارط لتعبئة الموارد المتبقية بالنسبة لميزانية سنة 2022، ونعرف أن الموارد هذه تناهز تقريبا 20 مليار دينار. التعبئة مش تكون يعني من البنوك المحلية وأيضا البنوك الخارجية، ولكن بالنسبة للخارج يجب أن تمر حتما عبر توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ونعرف إلى حد الآن من المفاوضات مازالت ما بدتش، فما مفاوضات حول المفاوضات، يعني مشاورات أولية بين الحكومة التونسية وبين صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق للعودة للجلوس إلى المفاوضات. وفي انتظار أو باش نجلس إلى المفاوضات فما صعوبات عديدة وعديدة جدا، والصعوبة هذه متأتية يعني مش من 10 أشهر الأخيرة ولكن أيضا من 10 سنوات الأخيرة، لأن نعرف أن الحكومات المتتالية منذ سنة 2011 توصلت إلى اتفاقات مع صندوق النقد الدولي وفق شروط معينة وفق التزامات معينة، ولكن تبين أن الحكومات المتتالية خاصة حكومة يوسف الشاهد لم وحكومة يوسف الشاهد يعني ما التزمتش بالتعهدات نتاعها، هكا علاش ولا صندوق النقد الدولي يشكك في المصداقية نتاع الطرف التونسي. بالإضافة إلى ذلك نعرف أن المسار السياسي لا زال متعثرا إلى حد الآن، ما توصلناش إلى تنقية المناخ السياسي، في حين أنه
نعرف أن من بين الشروط كونه ما يسمى باليقين السياسي. اليقين السياسي يعني تكون عندك حكومة منتخبة بين ظفرين، يعني حكومة يعني مصادق عليها من طرف مجلس نيابي. نعرف أحنا تم حل البرلمان، برلمان مجمد منذ 10 أشهر ثم تم حله من طرف السيد رئيس الجمهورية، ونعرف أن فما روزنامة، والروزنامة هذه فيها 3 محطات أساسية، محطة 20 مارس، المحطة القادمة هي 25 جويلية، والمحطة الأخيرة هي 17 ديسمبر. ولكن فيما يتعلق يعني بالرزنامة هذه والمحطات هذه، فما عليها عديد الملاحظات وعديد المؤاخذات، وهك علاش من بين الشروط تولي أصبح يشترطها صندوق النقد الدولي ما يكتفيش فقط يعني بموافقة ولا بمصادقة الحكومة التونسية، ولكن أيضا الأطراف الاجتماعية ممثلة خاصة في الاتحاد العام التونسي للشغل وفي اتحاد الصناعة والتجارة. ونعرف زادة أن الجو ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الحالية مازال جو ضبابي، وشفنا اليوم يعني القرار اللي أخذته الاتحاد العام التونسي للشغل بالذهاب إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية وفي المنشآت العمومية يوم 16 جوان. إن شاء الله نتمناه كون قبل الوصول إلى 6 جوان يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد. سي خالد عبيد، السيد وزير التشغيل والتكوين المهني وناطق باسم الحكومة سي نصر الدين نصيب، يقول أنه في تصريح ليها الحكومة لا يمكنها إلا لا التخفيض في كتلة الأجور ولا رفع الدعم. يعني الإصلاحات اللي ممكن مطالب بها صندوق النقد الدولي يحسم فيها اليوم بتصريحه هذا السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، يقول لا يمكنها لا التخفيض في كتلة الأجور ولا رفع الدعم. هو عمليا من أين وأي وعود ومعناها وأي ملف جدي ممكن نتقدم به، معناها أم أنه الحكومة توصلت إلى حلول أخرى؟ هذا هنا سؤال يكمن. هو هذا حلول أخرى الله أعلم، من باب الله هو رسول الله أعلم احنا نقوله فقط، لكن مع خطر حسب مرة وما ينجمش تكون هناك حلول أخرى سحرية لتجاوز مثل هذه الإشكالات. لكن باش نقولوا أنه هو عمليا الحكومة نفسها وقت تقول ماهيش باش تمشي في التخفيض في الأجور، هو عمليا هي لن تذهب في التخفيض في الأجور، لأنه من سنوات في كتلة الأجور، في كتلة الأجور من سنوات، في كتلة الأجور من سنوات نسمع في مثل هذا التصريحات، لكن عمليا لا يقع تطبيقها باعتبار أنه لكن صارت حديث عن تسريح وعن تقاعد مبكر وعن ما صارش لحد الآن تقريبا أمور عملية باش تتم الأمور هذه ما تمتش. ورفع الدعم طوى احنا نعرف ما بين شروط صندوق النقد الدولي من سنوات أنه ضرورة معناها رفع الدعم، معناها صندوق التعويض وغير ذلك ينتهي. ثانيا مسألة الأجور، كتلة الأجور يجب أن لا تزيد، التخفيض في عجز الموازنة الميزانية العامة. يعني الشروط هذه اللي يقترحها صندوق النقد الدولي في كل مرة تمشي الحكومة وتتعهد بذلك الحكومة المتعاقبة، لكن عندما تتعهد نجيو في التطبيق ما لا يحدث ذلك. ومن هنا نفهم علاش صار المأزق الحالي بين صندوق النقد الدولي وبين تونس حاليا. لكن التصريح اللي قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة ربما هو عنده معطيات لا احنا ما نعرفوهاش، ماذا بينا احنا تتوضح، لكن ثابت على الأقل أنه لا يمكن أن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي ويقبل الصندوق بأن يتفاوض معك إلا إذا يقع التخفيض فعليا في كتلة الأجور، إلا إذا ما تحدث هناك إجراءات عملية من أجل إنهاء رفع الدعم وحوار مع شريك الاجتماعي. والأهم من كل ذلك ما خاطر الحكومة، إحدى الحكومات السابقة ورطت تونس في هذه المسألة، قالت راهو احنا نحب نتفاوض ومن خاف عنا شريك او عنا اتحاد العام التونسي شغل هو اللي ما يخليناش نعملوا اي شيء. ولذلك اصبحت من بين شروط صندوق النقد الدولي ضروره موافقه الاطراف الاجتماعيه وتحديدا الاتحاد الطرف النقابي على هذا الطرح. لكن السؤال احنا نسألوه، هل ان قدر تونس تصريح نصر الدين نصيبي تعتبره رساله للاتحاد العام التونسي للشغل؟ والله إذا كان هي رسالة فلا أعتقد أنها رسالة يجب أن تكون هكذا. إذا كان رسالة للاتحاد فالرسالة الحقيقية للاتحاد هي أن نجلس على مائدة الحوار وأن نتفاوض حقيقة وأن نضع الملفات ونحاول إيجاد حل يرضي كل الأطراف، وإن ثمة ضريبة سندفعها فليدفعها الجميع دون استثناء.
واضح. ولكن أنا نحاول نرجع لمسألة الصندوق النقد الدولي، سؤالي نسأله، هل أن قدر تونس أن تبقى دائما تحت رحمة صندوق النقد الدولي؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ لماذا وصلنا إلى حد أنه أصبح أملنا الوحيد هو أن يرضى عنا صندوق النقد الدولي؟ لكن نحن وصلنا، العيب فينا، هذا ايش حبيت نقول لك؟ نعيب زمننا والعيب فينا، لكن توا وصلنا لازمنا نتأقلموا، لازمنا نشوفوا ما هوش حل. إذا كان احنا تونسي بطبعه عنده عقلية التواكل، إذا كان باش نزيد عقلية التواكل نزيد نرميوها مرة أخرى على صندوق النقد الدولي، ماهيش باش نوصلوا الحل، باش نقعدوا دائما في حلقة مفرغة وفي حالة عدمية وفي حالة عبثية، دائما ثم عندنا مشكلة امشي صندوق النقد الدولي ما حبش يعت برمشي نادي باريس ما حبش، امشي نادي مدري شكون، امشي اقترض، ما ليس هذا هو الحل. الحل الوحيد هو أن نؤمن حقيقة بضرورة أن نخرج بأنفسنا من هذه الورطة التي نعيشها، ولا يمكن الخروج من ذلك إلا بأن تنتشر فعلا، نسترجع فعلا ثقافة العمل، ونسترجع فعلا المبادرة، وأن نؤمن حقيقة بقدرتنا على الخروج من هذا النفق. ما عدا ذلك لا صندوق النقد الدولي ولا غير سيخرجنا مما نحن فيه. علينا أن نعتمد على أنفسنا، علينا أن نؤمن حقيقة بأننا قادرين فعلا وقت نحبه قادرين فعلا على أن نخرج من هذا. لكن كيف؟ عندما نؤمن بأن لدينا طاقات تمكننا من الخروج من هذا المأزق، نؤمن بأن لدينا شباب قادرين بهذا الشباب بأن يصنع المعجزات، نؤمن حقيقة بضرورة تشجيع الطاقات اللي تحب تخدم، مش نحاول نعرقلوها ونعطلها ونخليهاش تخدم، نؤمن حقيقة بضرورة تخليص الإدارة من كل الروتين اللي فيها، نؤمن حقيقة بأن في كل تونس هناك شبر يمكن استغلاله من أجل إعطاء صورة ناصعة عن تونس. وقت نؤمن بكل هذا وقتها سنخرج من هذا النفق. أما الحربوشة متاع صندوق النقد الدولي وما هي إلا مسكنات لا تنفع ولا يمكن أن تكون هي الحل. أرجوك أعطيني من هذا الدواء. طوى تونس تقول حتى الحرب وشأهي حتى لو كان مسكن. أنا حب نذكر ببعض الشروط بتاع صندوق النقد الدولي، اللي تقريبا 4 شروط كبرى: رفع الدعم على المواد الأساسية وعلى الطاقة فعلا. الطاقة الحكومة بدأت تدريجة. هو يقول عم الجاي سي ناصر الدين النصيبي يصرح في تصريح آخر يقول في السنة القادمة الدعم سيذهب مباشرة إلى مستحقيه. هذا نسمع فيه عن أكثر من 20 عام يذهب إلى مستحقيه في غياب يعني المستحقين القائمة تاع المستحقين وفقا للمعايير المتعارف عليها. لحد الآن شفنا احنا شنو اللي صار، احيانا ناس غير مستحقين وخذوا كل 200 دينار. ما هذه رفع الدعم بدأ بالطاقة، الطاقة فما رفع تدريجي للدعم، وشفنا تو الزيادات اللي موجود في معناتها فاتورات فواتير الكهرباء والغاز وأيضا في المحروقات. ويبدو أن في وقت ما كانت الحكومة هذه الحالية تؤمل كونه في معاه موفى سنة 2026 باش نوصلوا إلى الرفع النهائي للدعم على المحروقات ونوصلوا ما يسمى بحقيقة الأسعار، ولكن يظهر لي من هنا إلى موفى السنة الحالية سنصل إلى حقيقة الأسعار. بقي المواد الأساسية الضرورية هذيك يبدو لا مساس لها بها، لأن نعرف ما معنى أنه الزيادة في الخبز ولا الزيادة يعني في المكونات مشتقات بقية المشتقات الأخرى. ثانيا هو التخفيض في كتلة الأجور لما السلاريال، نعرف واحد من الكتلة دي تقريبا 20% من ميزانية الدولة، التخفيض فيها باش يجي أولا معناتها تجميد الأجور وأيضا انتدابات. تجميد الانتدابات لمدة سنوات ما عادش تنتدب، بالتالي باش تنقص بطبيعتها. هذه الشروط بتاع صندوق النقد الدولي، وأيضا إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لهنا، خاصة هل الشروط الأربعة هذه ما تنجم تتم إلا في إطار حوار مع الشريك الاجتماعي، ويكون حوار بناء بالحق مش حوار نجلس على الطاولة. خاطر توا الشروط زاد هذه بالنسبة للاتحاد عبر في أكثر من مناسبة على استعداده للحوار، ولكن يقول لك كما قال خالد منذ حين أنه راو الناس كلها تهز مش حمل اللي يتيح كان على الأجراء فقط ولا على البطالة، ولكن وقت اللي رفعوا احنا وقت اللي عفوا احنا نوقفوا عملية الانتدابات
شنو باش يصير؟ احنا عندنا الالاف المؤلفه سنويا من خريجي الجامعات ومراكز التكوين تقريبا 80,000 سنويا، وعندنا حوالي 750,000 هذون هما بطاله. ايش باش تعمل لهم؟ يلزم التنميه، والتنميه باش بتجي؟ تجي في الاستثمار، والاستثمار منين يجي؟ بالتشجيع، خاصه انه البنوك والاداره اللي هما نعتبرهم اكبر معرقل والمناخ السياسي الاستثمار، اكبر معرقل الاداره في تونس. فما عراقيل اداريه ما انزل الله بها من سلطان لابد من مراجعتها. احنا كنا نتمناه، وان السيد رئيس الجمهوريه توا عنده الامكانيه باش عديد الاجراءات يخفف فيها بمقتضى المراسيم هذه. الى حد الان ما ريناش الحكومه تصدر مراسيم باش تخفف من حده العراقيل هذه. نفس الشيء بالنسبه للبنوك، البنوك نتاع تونس هي كان تربح فقط غانيون غانيون، عمرها ولا تدخل معاك باش تعاون المستثمرين. وكم من مستثمر قاعد يعاني معاناه زرقاء، سواء في القصرين او في الكاف او في قفصه او في 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 سيدي بوزيد، هذه معاناه يوميه. حتى المستثمر اللي يجي من الخارج احيانا ما يلقاش مناخ نتاع استثمار اللي يشجعه، بدءا يعني حتى بالطرقات نتاعنا هذيك، بالمطارات، بالشمنديفير نتاعنا، يعني السكك الحديديه. هذه من الاليات الضروريه اللي الدوله لابد ان تنكب عليها، لان البنيه التحتيه هي تكون الحافز الكبير للاستثمار والبنوك ايضا. لهنا لابد من مراجعه شيء ما تقوم به البنوك فعلا. حتى باش المستثمر من تونسي ولا غير تونسي نجم يستثمر، وهكا تخلق التنميه. وكي تخلق التنميه وقت تخلق مواطن شغل، وقت تنقص من حده البطاله ومن نسبه البطاله. وما ننساوش ايضا انه مهما رو عنا احنا خيرات لا باس بها، احنا عنا الفوسفات، عن الفوسفات وما أدراك ما الفوسفات، اللي كان يضخ على تونس قبل 2010 تقريبا أرباح 3 مليار دينار. هذا إلى ولينا توا شفنا شنو الوضعية اللي وصلت لها الشركة متاع فوسفات قفصة. وعنا أيضا شوية بترول وشوية غاز اللي كنا نعاونوا بهم في وقت ما، وصلنا حتى ل 80% نسبة الاكتفاء الذاتي. هذه شفنا ايش صار في الكامور، وشفنا يعني اللي خسائر هذايا. ورئيس حكومة سابق سي هشام المشيشي تحدث في وقت ما على خسائر في الكامور 1,000 مليار. وأيضا عندنا بورت متاع رادس وما أدراك ما البورت. هل توقف كل هذا؟ هذا هو السؤال. هل تغيرت أمور ملموسة كبيرة؟ فما النوايا الطيبة وفما بوادر تغيير، لكن هل رجع الفوسفات الأقصى درجات الإنتاج متاعه؟ رجع لكن بإنتاجية ضعيفة. هل معمل الفولاذ تم التفكير يا في التفريط فيه يا في معناه هذا حلول جذرية هذا اللي يقترحوه أهل القطاع؟ هل تم إعادة بناء في تفكير في إعادة بناء ومعناها استقطاب مستثمرين جدد لدعم المشروع؟ فما برشا أفكار وبرشا أحكيت وبر كل شيء، لكن ما صار شيء. شوف الأفكار موجودة للأسف، ما صار شيء. الانطلاقة جديدة استثمارية جديدة لاستقطاب استثمارات جديدة، بالعكس تونس هذا البلد اللي أبنائها والناس كلها بتعليه بالمعاول للأسف. ميساج مازال باش نحكيه بعد الموضوع، فقط حبيت نتوقف عند مجموعة من العناوين اليوم اللي بالحق وجب توقف عندها، لأنه كنا ننتظر في تصريحات أخرى ممكن على ضوء عمل السيد رئيس الحكومة وما وكل هذه اللقاءات اللي قامت بها في دافوس، وكذلك العمل الحقيقة أداؤه اللي قاعدة تقوم به سيدة سهام النمصية بغدير، اللي باقي نستناو أنها باش تكون ضيفتنا وإن شاء الله تبشرنا وتعطينا بوادر إيجابية على مشوار وماراثون هذه المحادثات. هات نمشي ونتحدثوا على الحقيقة ملتقى طبي مهم ومهم جدا ستحتضنه مدينة المنستير على امتداد 3 أيام، وذلك ابتداء من 3 جوان. إذن الأيام العلمية الثالثة الجمعية التونسية للنباتات الطبية اللي الحقيقة تنظمها كلية الطب كلية الصيدلة بالمنستير، وذلك تحت إشراف سيد وزير الصحة علي المرابط بمشاركة ثلة من الباحثين والمحاضرين والمختصين في المداوات بالأعشاب الطبية من تونس والخارج، أكيد دكاترة مختصين. إيمان السيد، التقرير التالي ثم نستقبل ضيوفنا. إذن في انتظار تجاوز هذا الخلل التقني حبيت حاضر لليوم
على امتداد 3 أيام وابتداء من 3 من شهر جوان المقبل، تحتضن مدينة المنستير الأيام العلمية 3 للجمعية التونسية للنباتات الطبية التي تنظمها بالتعاون مع كلية الصيدلة بالمنستير، وذلك تحت إشراف وزير الصحة علي مرابط وبمشاركة ثلة من الباحثين والمحاضرين والمختصين في الأعشاب الطبية من تونس والخارج. مستجدات وإسهام النباتات الطبية في علاج الأمراض الجلدية، حيث يتصدر العلاج الطبيعي والأمراض الجلدية كحب الشباب والصدفية والإكزيما محور محاضرات أطباء الأمراض الجلدية المشاركين في هذه الأيام، والذين سيتباحثون حول جودة الأدوية المستخرجة من النباتات الطبية في العناية بالبشرة ومعالجة الالتهابات لعدد من الأمراض الجلدية. كما تشكل الأيام العلمية 3 الحدث العلمي الوطني 19 و11 على المستوى العالمي الذي تنظمه الجمعية التونسية للنباتات الطبية بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الصناعية بهدف التشجيع على دعم تموقع قطاع النباتات الطبية في تونس، وذلك من خلال الاستثمار في هذا المجال الواعد لإنتاج النباتات الطبية من جهة وتحويلها لاستعمالات غذائية واعتمادها في تركيبات دوائية ومستحضرات طبية وتجميلية من جهة أخرى. باتت تونس من أهم البلدان المنتجة للنباتات العطرية والطبية الغابية في العالم العربي، نظراً لتوفر العديد من مقومات النجاح لهذا القطاع، لاسيما منها الثروة الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها بلادنا، إلى جانب الكفاءات الفنية والقدرات العلمية التي نجحت في تحويل النباتات الطبية لاستعمالات متعددة بين ما هو غذائي واستعمال طبي استشفائي، بما يمكنها من دخول السوق العالمي ومنافسة كبرى الشركات الدولية المختصة في هذا المجال. أهلا بكم مشاهدينا، عدنا إذن نتوقفوا عند هذا الملتقى الطبي العلمي اللي باش تحتضنه مدينة المنستير على امتداد 3 أيام. أكيد هي الأيام العلمية 3 للجمعية التونسية للنباتات الطبية، كيف ما قلت تنظمها كلية الطب المنستير والجمعية التونسية للنباتات الطبية. حاضرين معنا الحديث في هذا البلاتو دكتور رشيد شمي رئيس الجمعية. مرحبا بك دكتور. مرحبا. مرحبا، الحمد لله على السلامة. أهلا بك. وحاضرة معنا كذلك الدكتورة إيناس البلاقي طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية ومشاركة في هذا الملتقى. مرحبا بك دكتورة، منورتنا. أهلا بك. إذن نبدأ بالحديث معك دكتور شملي. هذه هي الأيام الثالثة للجمعية التونسية للنباتات الطبية، هل هي عودة مباركة نعتبروها للنباتات الطبية للعلاج والمداوات بالنباتات الطبية؟ شكرا. أنا أول حاجة باش نقولها تفضل مرحبا، هي شكري لوسائل الإعلام أنتم اللي عرفتم بما يدور في كلية الطب والصيدلة الذي يتعلق بصحة المواطن، وهو هذا الطب الحديث، مش رعواني، مش سوق البلاط. اي هذا هو طب حديث اكاديمي. طاش عليك جماعه سوق البلاط؟ لا سوق البلاط تنكلمك عليهم، ماذا بينا نحط طلبنا من الوزير باش ينظمهم باش ما يبيعوش نباتات السامه القاتله. آه. باش يصير تحت رقابه السوق البلاط، وزيد عليهم العرافه اللي وين تحل حانوت تلقى يعطي رخصه عراف ويداوي، والطبيب ساعات ما يلقاش بلاصتو الصيدلاني. اذا باش تحيلني على شوف لي حل شويه هكا. والله معنا شيء كبير يلزم مش وسائل الاعلام باش تعاوننا لتحسوا اهل القرار باش يحميوا صحه المواطن، باش يدعموا الابحاث العلميه، وخاصه هذه الدروس اللي جات بكليه الصيدله. انا جات من عندي كليه الصيدله. علاش؟ انا استاذ في النباتات الطبيه مدب في الحشيش. دخلت لكليه الصيدله باش نقري. وكل الصيادله اللي تخرجوا من كليه الصيدله قراوا عندي. واش نقريهم انا؟ نقريهم النبته الطبيه مدبيه الحشيش الكل. نقريهم النبته الطبيه اللي تنفع مش اللي تضر. تضر وقت ياخذوها بكميه كبيره. اذا في العالم كل كليات الصيدله في العالم الميزه نتاعهم هما الوحيدين اللي يقريو نبته الطبيه، فما حتى كليه اخرى. وبالتالي الصيدلاني هو رجل الدواء.
هو اللي يعرف كيفاش ينصح المريض وقت اللي في غياب الطبيب. ونصيحة ماشي بك الأدوية الكيميائية فقط، احنا وكان نرجعوا لتراثنا العربي الإسلامي حتى تونس تونا نلقاو تراث كبير في العالم الكل، اللي المنظمة العالمية للصحة قالت للدول يا دول اعملوا جمع لتراثكم الطبي حتى نتمكن من تثمينه. وحاليا في بعض الدول في الهند في باكستان وفي روسيا يقريوا في الطب العربي الإسلامي اللي فيه نباتات طبية مذكورة في القرآن، وإلى الآن هي مصدر دواء. وكل النباتات الطبية هي معدن لا ينتهي لإيجاد أدوية للمواطن. احنا في هذا الإطار كنا نقريه في الكلية النبتة والمادة الفعالة متاح، نقريه البوفو والمورفين، نقريه الكينين، نقريه ديجيتالين. جاء أساسا في السبعينيات طب أطباء خاصة من أوروبا، منهم هذا الدكتور كريستيان دورافور المرحوم والأبراج، عملوا ندوة صحفية قالوا احنا نقترحوا على العالم، ندوة صحفية صارت في باريس عام 1972، نموذج جديد لاستعمال النبتة عن طريق الكليات. ما قصرتش تونس، كانت من المبادرين عن طريق عميد كلية الصيدلة بالمستير، دعاهم هزوزا جاءوا لكلية الصيدلة لتونس عام 88. شكون وقت العميد سي شاملي؟ عام 88، وقعدوا 10 سنين يسكروا الكابينيه نتاعهم في باريس كل عام، ويجي وكل 3 شهور يجي ويقريوا. وقرروا التوانسة 10 سنين وخلقوا كفاءات مهنية كبيرة، طبيب هنا جبنا لكم أمثال طبيبة هامة والصيدلاني تعرف كثير اللي ولاو حاليا في الصيدلية متاعهم مش سوق البلاد، ولاو يعملوا خلطات ونصائح طبية من من نباتات اللي تفوق في جدواها الأدوية الكيميائية. إذا حطيت الندوة في إطارها. أنا خلينا أنت حطيت لنا يعطيكم، إحنا أنت أستاذ جليل ونحبوا نستفيدوا بعلمك وبكلامك وديما نحبوا نسمعوك سي رشيد الشاملي. الموضوع نتاع الندوة هذه الأيام الثالثة الطبية بالمنستير، قلتوا أنه ركزوا على الأمراض الجلدية وثلاثة أنواع اللي هما شائعة جدا عند التوانسة في صفوف التوانسة، اللي هما الصدفية والإكزيما وحب الشباب هكا ولا. وقلت اللي انا شدني معناه وانا نطلع على الموضوع، قلت خاطر متعودين ودكتوره بلاقي هي معناه طبيب مختص ومختص اكيد في المعاملات مع الجلد وكل شيء، متعودين انه دائما يصير فما حب شباب فما صدفيه يتموا على الجلده، يبدو انه مش هذا موطن الداء، لا موطن الداء طلع في بلاصه اخرى اللي هي ما قلت لي انه الكبد هو لازم يتعالج. طبيبه تجاوبك على شيء هذا، انا صيدلاني صيدلاني انا حبيت نعرف علاش تشخيص المرض. انت تعطي الدواء، انا رجل الدواء. لا نعرف، والطبيب هو اللي يشخص. هكا علاش انت طلبت ومشكوره طبيب وصيدلاني. حبيت نعرف انا اختياركم للموضوع علاش في الجمعيه. بيان سور تفضل دكتوره. حبيت نشوف الاختيار ومن بعد كيفاش. مرحبا. احنا جينا بور لي افيكسيون هذيا لا ثوازيام جورني سانتيفيك نتاع لا تي بي ام، اللي الموضوع نتاعها باش يكون الامراض الجلديه. الاختيار على الامراض الجلديه هذوما بالذات على خاطرهم هما بيدهم يل بوز انكور دي كيستيون بور لي ديرماتولوج اي بور معناها لي باسيون كي سون تريتي بور سا. فوالا دونك حبيت قبل ما نرجع لهذا نقول لك معناها التدرج اللي كان يحكي فيه سي رشيد نتاع انطلقنا من العلاج بالنباتات حتى اللي خلطنا توا ما تسمى لاندوبيوجيني الى ميدسين انتيغراتيف، معناها هذوما الكل يستعملوا لا فيتوثيرابي كلينيك، معناها النبته هي معناها ان اوتي ثيرابوتيك، معناها اداه علاج ماهوش معناها قدينا من الاول باللي تراديسيون فهمنا النباتات وفهمنا الماده الفعاله نتاعها اي سي سكي في ايفولوي لا ميدسين الوباتيك اللي خدمنا بها لي ميديكامون. توا تعدينا تنجم تقول النيفو اكبر اللي هو لا ميدسين انتيغراتيف اللي هي استعملت هذا الكل وجيت حطت لو مالاد ما عادش لا مالادي او بروميير بلان ولات
لو مالاد معناها نعطيو لي مويان للو مالاد باش هو يقاوم المرض اللي هو عنده. هذاك علاش مثلا امثال الصدفيه ولا الاكزيما حتى هي في لا نوسيون كلاسيك دو لا ميتين الا ايفولوي معناها توا ولينا حتى اون بروبوز دي تريتمون ايمونو معناها على خاطر فهمنا اللي ماهيش منع ماهيش كان جلديه هي عارض جلدي يدخل في وسط فوالا معناها في ان سانتوم كامل معناها جينيرال معناها لوندوبيوجيني شنو دورها لهنا لهنا نجيو نشوفوا اللي نقولوا راهي سي با اون مالادي كان لو تريبي هذاك اللي نعرفوه في الجلد معناها سي اون اكسيون معناها اون رياكسيون اوتو انفلاماتوار في الجلد راهي في لوندوبيوجيني الف انترفينير لاكس اف اس اش اللي هو معناها نفسر شويه نبسطوا اكثر معناها لي هرمون ونعذرك لي هرمون غوناديك الف انترفينير لورمون دو كرواسانس الف انترفينير لا فونكسيون تيرويديان معناها هذوما كلهم مانيش باش معناها مانيش اون فا با لي كونترولي بالجلد فقط معناها يلزمنا اون برون ان شارج تو سي سيستيم باش في الاخر نخلطوا الحاجه. اي دايور سي رشيد اللي عمل اللي الى انفيتي بور سو تروازيام كونغري لي ديرماتولوج لي بروفيسور على فاكولتي بور جوستومون معناها ترافايي انسامبل avec les chercheurs hedoma scientifiques manéha américains et français et peut-être même najmo namlo des consensus ou des protocoles thérapeutiques qui prennent en charge tous ces systèmes elli manéha khlat bihom l'endobiogénie elli hi tajm tqoul tib manéha khat la médecine mais est statique elle est évolutive manéha chkoun elli qaddamha yqaddamha le médecin par rapport aux résultats qu'il a trouvé avec les malades. أنا كمواطن عادي كصحفية كخريجة علوم سياسية بعيدة عن لكن اللي حبيت اللي أنا فهمت ووصلته لنا أنت دكتورة أنه وليتوا معاش يعني تعالجوا العوارض الظاهرة لكن والأعراض الظاهرة اللي هي ممكن تكون هذيك عرضية لكن فما هناك معناها عوارض أخرى اللي هي ممكن تعيق الكثير من وتتجلى في كثير من المواطن الأخرى في جسد الإنسان. بالنسبة لثلاثة أمراض هذوما علاش اخترتهم هما ثلاثة على هما شائعين الحقيقة و ما عندهمش دواء هذيك علاش اخترناهم هما يعطيكم الصحة على خاطر أنت قلت ما عادش الدوي ما استعملوا أدوية قلت ما عادش الدوي وكان العرض احنا نداويو الأعراض مي مش كان الأعراض أي. معناها نداوي وزيدا لي فونكسيون معناها اللي خلاو الجسم معناها يخرج هيك الاعراض هذيك منها مثلا وقت اللي نجيو واحد ناخذ معناها مريض يداوي على الصدفه وماكلته مثلا ياكل سكريات برشا دونك البنكرياس نتاعو تعب الطحال نتاعو تعب الكبد نتاعو تعب بعد يقول لك هاي رجعت لي الدواء ما نفعنيش مدرش على خاطر هو يداوي في معناها في الجلد وقاعد معناها من شيرة أخرى قاعد يهلك في اللي قاعد يسبب له في الغلوية فوالا اللي يخليه يعمل فيك الأعراض هذوك. نعطيو مساج فرصة معنا الدكتور شملي ونرجع لك دكتورة بلاقي تفضل. أنا باش نضيف خاطر الدكتورة أنا تو عندي ممكن عام 77 وهي ممكن عندها 10-15 عام هي المعلومات محينة هي نتعلموا عليها خاصة علاش نقولوا كما قالت المرض. سي إبراهيم نعرفك أنت طبيبة نتاع حشايش تو نرجعوا لكم بعد حشايش قريب كلهم تاع دروكم حشيروا يا مدام التهمة خطيرة على الإعلام قد ما نشكروكم الإعلام في تونس الوطنية والخاص وشوية يعطيكم الصحة الدور نتاع علاش هذا احنا هاني نقول لك من عام 88 بدينا أول مرة نقول فيها عملنا عشرات من الأدوات الوطنية والعالمية ولم نحظى بهذا الاعتناء من طرف وسائل الإعلام. سي شملي الحقيقة احنا توا كي تسافر واكيد انت دكتورة وكل الناس اللي تتبع فينا مثلا كي تمشي الولايات المتحدة الأمريكية تلقى صيدليات ساعة صيدليات مش كيف محل كيف احنا ممكن احنا توا اللي تتوسع بالبارا وكل لكن تلقى معناها صيدليات مغازة كبيرة جدا وتلقى معناها أجنحة كاملة للفحم للتداوي بالأعشاب برشا اللي تتصوروا الكل ممكن من منطلقات الأعشاب ترقاه في هذه الصيدليات. سيدتي احنا من الأهداف تاع كلية الصيدلة مش تقري وتشير تقرأ تقري وتطور الاختصاصات كل أستاذ راهو اللي بيخ دولة تخلص فيه مش يقري ويروح يتطور الاختصاص متاعه بالبحث
لتفتح الكلية على محيطها. والمحيط متاعنا هو التداوي وصحة المواطن، مش درس قريت كما المعلم نقري ونخلي التبشير ونروح للدار. لا، إذن احنا جل الأساتذة في التعليم العالي خاصة في الكليات اللي عندها ممكن تفتح، هذا الهدف. الهدف متاعنا كما قلت سيدتي المواطن في حاجة إلى العلم، وما أدراك ما العلم. وكلمة اقرأ ظهر لي أول كلمة جات في غال حراء، وبالتالي شو نقول أنا، احنا بدينا قرينا ويلزم نقريو، نقريو في العلم هذا ونفشروا في العرض في الأمراض. وكما قالت الدكتورة راهو المرض هو نتيجة اختلال توازن في البدن. il s'exprime par des symptômes. اي هك السيمبتوم، احنا ما نداويش السيمبتوم كما قلت انت، نداويو لوريجين، موطن المرض. معناها كما قلت مصدر المرض، المريض ولا المرض، اون شواني لو مالاد اي با لا مالادي. وحاليا حاليا الطب حبيت نسألك السؤال يفرض نفسه هوني دكتور شملي، شنو الأمراض اللي ولات توا العلاج بالأدوية اللي منطلقاتها أعشاب أكثر فعالية ممكن من الأدوية الكيميائية اللي نحن خدنا نحن برشا أدوية اللي هي متصنعة من أعشاب؟ هذا سؤال سيدتي ما نجموش نجاوب عليه بشهور. علاش فما أمراض لا تعالج؟ هذا نعرف الاختصاص ولا نتاع صيدلانيين، عودة إلى الـ إلى الـ لا عودة، ولكن عودة ولكن معناها رولاتيف. ما نجموش الاختصاصات الكلات نرجع ما نجموش يا سيدتي نحيو الكينين من الجوبيتو، ما نجموش نحيو الديجيتالين من الجوبيتو، ما نحوش المورفين من الجوبيتو. فما أدوية لازم متوفرة. لا لا غير هذه لازم فيما يخص لكن الأديول. لكن أكيد قاعد التداوي بالأعشاب قاعد يتطور بالموازات يعني مع الأدوية الكيميائية. شنو الأمراض اللي قاعدة تكسب كيفاش؟ لمالادي كرونيك، لمالادي أوتو إيميون، لمالادي كون كلاسو كرونيك معناها نقولوا الأمراض المزمنة كيف السكري، كيف ضغط الدم، روماتويد دايوغ هذوما الكل، مثلا المرض التيب 2 معناها نتاع الديابيت، ولا البوليارتريت روماتويد، الامراض المفاصل، هما كيما صدفيه معناها نفس بريسك العوامل اللي توصلنا لهم. سي دي معناها دي مالادي اف اس اش كلها هذوما الكل. علاش نمشيو للجلد؟ احنا فما حاجات جلديه والا ارتيكولير، على خاطر الجلد هو معناها كيما مثلا احنا لي زورغان اكسكريتور اللي يخرجوا لي توكسين، احنا ناكلو نتنفسوا وكل شيء، معناها فما حاجات اللي بشي خرج اللي تفرز معناها الافرازات منهم الجلد. الجلد يتعد يتسمى من اهم ليزيمونكتوار، معناها الحاجات اللي تخلي الجسم يتخلص من الافرازات هذيك السامه، ومش كان الافرازات السامه اللي ياكلها، حتى لي برودوي دو ميتابوليزم نتاعو هو، معناها خاطر كل شيء يخدم، معناها حتى باش يخدم القلب ولا تخدم المعده ولا تخدم الكل، هذوكم يخرجوا افرازات زاد ولا زغمون يعملوا دي ديشي، دونك هذاك الكل يخرج من ليزيمونكتوار برينسيبو معناها ديجستيف ولا بو، معناها هي بذاتها معناها كان البومون إلي ديباسي يخرج في الجلدة، كان الانتستان ديباسي يخرج في الجلدة، كان الفوا ديباسي مثلا كيما نرجعوا في الأكني معناها سورتو وقت البوبرتي والكل يخرج في الجلدة، يعمل أسباب أسباب معناها هو إنه الكبد فيه مشاكل، الكبد فيه مشاكل، دونك عيط لصاحبه اللي هو الجلد اللي هو سيعمل هز معايا الحمل، راهو 4 كيلو في الجسم معناها الجلد. الجلد يمثل واحد ونص وزوز متر مربع. الجلد إذا كان تأخذ كل سنتيمتر مربع في الجلد فيه مئات سنتيمترات معناها شرايين، معناها لينير الأعصاب، فيه ديغلاند معناها توا الجلد معناها لاسيور، مثلا العرق ماهوش قار، معناها كنت تعمل له تحليل أنت ماهوش هو نفسه، يتغير حسب غذائك، حسب الكلوة تخدم بالكدي يبدا نوع الكلوه الي ديباسي يولي هو ايبر كونسنتري، معناها العرق الحموضه نتاعو تتبدل، الاملاح اللي فيه تتبدل. مثلا نعطيك ليكزامبل نتاع في الحروق، معناها يصير من العرق نتاعو تنجم تفهم اللي فما عنده مشاكل في الكلى. دايوغ في التريتمون انت قبيله سالتني قلت لي انا مواطنه معناها توا عندي هذا شنو نجم نعمل؟ نقول لك انا معناها التعرق الستيمولي معناها
هذاك يفيد علاش خاطر جوستمون يعاون الجلد باش يخرج هيك لي توكسين اللي فيه الكل. فما زاد احنا بلادنا غنيه فيها لي معناها العيون لي كور تيرمال معناها وعندنا فريمون ياسر معناها مهمين في معالجه معناها الامراض المعدنيه الحاره معناها. فما بخلاف اللي قلنا معناها الاليمونتاسيون هذيك كما انت تو كنا نحكيو يخرج الجلد دونك انت تعرف وين لورغان اللي باش طبيب طبيب الجلد اليوم خاطر نعرفوا انه بس سمحني جوست كما قديش مساكن معناها حطوا وشربوا تلقاهم وتصير تقرحات في الجلد ما كل الدويات هذيك الكل ياخذوهم دايوغ من اول حاجه نعملوها نعملوا اثر حتى على الخصوبه بالنسبه للفتيات ومعناها صارت برشا ادويه اللي هكا ياخذوهم وناس تضرهم على صحتهم. انت سالت قبيله قلت معناها هذم الامراض انا هما مزيدا باش نحكي لك شكون الطب كي سون انتريسي بار لا فيتوثيرابي كلينيك اي هو باش يحكي لنا الاندوبيوجيني توا في المشاركين في المؤتمر مش حكين في المؤتمر العباد اللي تجي تقرا توا فما دي بسيكاتري يجوا يقرا فما دي نورولوج فما دي بيدياتر فما دي ديرماتو فما دي كانسيرولوج اسكو باش يبطلوا خدمتهم ولا لوباتي ما عادش يستعملوها باش يتحداو الفيتو لا جايو على خاطر يفركسوا في الإضافة خاطر الميدسين انتغراتيف هذية هي ماهيش ميدسين أخرى هي ميدسين تجي تكمل اللي معناها elle répond à des questions اللي ما لقيناهمش réponse في الميدسين كلاسيك دونك سي با اون اوتر ميدسين سي سي ميدسان واللي يجيو هذوما معناها لي سبيسياليست سون ils sont confrontés à cette maladie. تحدث على الاطباء اللي ولاو يجيو يقراو فيتو ويلتحقوا ويهتموا بالفيتو لكن المواطن التونسي اليوم مهتم معناها بالمرور الى العلاج بالفيتو ولا مازال يعتبروا طب بديل كماليات ماهوش طب بديل يمكن هو المواطن باش نقول لك حاجه المواطن ماهوش طب بديل هو في قلب هو في الطب هو تكميلي هو ادماجي لتوت لي سيونس المواطن انا مزروبه نحب تعطيني دواء نحب اليوم نبره في الفيتوثيرابي كلينيك ولا معناها لا ميدسين انتغراتيف هو علاج معناها تجم تقول كاينك باش تعاود تعمل فورماتاج نتاع البدن وباش تعاود تصلح لي فونكسيون نتاعو الكل هو لورديناتور كي باش تعمل له فورماتاج وتعاود تنستاليه يلزمك وقت يظهر ما يتعملش يقول لك دوري ما نعرفش قداش يعمل لك انونس نتاع سوايع ساعات البدن كيف كيف دونك باش تخلط للعلاج اللي انت تحب عليه لازم شويه وقت الصبر هذيك شنو معناها لكن باش تصفي الماكينه خلينا نقولوا باش نستعملوا العباره تاعنا التونسيه شعبي دكتور فما برشا اسماء كبيره ومهمه باش تشارك في هذا الملتقى لمده 3 ايام مشاركات الحقيقه من تونس ومن خارج تونس وسمعت انه هناك شخصيه حتى مرشحه لجائزه نوبل يعني عندكم اسماء من طراز رفيع والله قبل ما نشوف نحب نضيف كلمه خاطر كليبتي انت اشرت الموضوع هام و المواطن في الحلقه هذه اي فعلا تعرف شكون استدعينا من فرنسا الرئيس جمعيه محبي النباتات الطبيه المرضى اللي يداويوا بالنباتات عملوا جمعيه سموها فيتو 2000 استدعينا رئيس الجمعية باش يعطينا التجربة في فرنسا كيفاش هاك المريض اللي يدخل الكابيني متاع الطبيب يلقى المجلة متاعه هو يكتب فيها هو وهذايا ماذا بينا صحافي يجي يسألوا ونحبوا هالتجربة هذه نعملوها في تونس خاطر شكون يزيد يحرك الجامعين والأكاديميين هو المواطن باش يقولوا أنا بريت ولا ما بريتش زيدني شكون يمشي خاصة للصيدلاني اللي ربما ما عندوش فلوس وعندنا صيادلة أكفاء هو كل مواطن سيجي للصيدلاني اللي تبعه ربما حتى بالجمعة وحاليا الحاجة اللي عملناها يا سيدتي اللي الصيدلاني ولا في الفرماشي متاعه يعمل في كل خلطة يصنع في أدوية يعني نقول لهم تنجموا بكلكم توليوا كيما العظيم بيير فابر في فرنسا بدأ بحشيشة سيكلو تروا في الفرماشي متاعه شفته ولا عنده امبير وانا هذا شو نقول لهم نحلل لهم في افير في الكليه واللي نرجع للاختيار نتاع الامراض الجلديه اي مش بالزهر والمشاركين ومش احنا اخترناه عرفنا اللي قراونا جاو يقريو خاصه دورافور اللي توفى باش نعملوا بورتريك كبير في الكليه
تكريم اوماج ليه هو وعمل له بري دو رافور اول مره في تونس للي بوستير لي ميور ترافو وقاعدين يحضروا له اول مره باش نقولها فما برشا ابحاث ان دوشي دو بري نوبل قلت لهم دون 5 ans 10 ans باش تظهر النتائج نتاع الطب هذايا عاد وقتها هو شو قلنا كيما فسرت الطبيبه بداوا في تونس بالامراض الجلديه وريها كلها فيش هذه عام 2000 هذايا عام 2000 يا لالا عام 2000 وجاوا هاللي 2000 جاوا لتونس اللي باش يجيو 20 عام بعد كيما كنت 2000 وكاش كنا شنو باش شقرينا يا سي اختاروا لنا اختاروا لنا شكرا لك دكتوره الامراض الجلديه كما قلت انت الشدفيه والليكزيما والحب الشباب عودتوا رجعتوا على الموضوع ايه علاش باش نثمنوا ونقيموا خاطر اللي جاوا وقراوا وداواوا كانوا من العالم مش توانسه المره هذه الكل توانسه صيادله واطباء بعد الاكسبيريونس محلي الاكسبيريونس التوانسه ولي ريزولتا نتاعهم تاع الاطباء اللي خدمت معنا حتى برشا عائلات ونعرفوا انه مرض الصدفيه والاكزيما وحب الشباب شائعين جدا واكيد التونسي والعائلات التونسيه والاولياء التوانسه والشباب باش يكونوا مهتمين بمتابعه اخر هذه البحوث والمرور الى طرق علاجيه جديده. اعطينا فكره على سير الامور كيفاش باش تكون في المؤتمر دكتور شامي. في المؤتمر عندنا اربع محاور كبار. اي المحور الاول ما هو الجديد في الامراض الجلديه؟ لي جينوفاسيون دونك لي جاكتواليتي. اكبر واحد نمرو واحد في تونس في الاكتواليتي هو رئيس الجمعيه التونسيه للامراض الجلديه استاذ دنجزلي شفتي كيما عام 2000 عيطنا لرئيس الجمعيه التونسيه للامراض الجلديه سيري ذاكمون دونك هذا ملايا يعطيونا ما هو الجديد في التداوي الطبيعي. الجديد اكثر كما قلت في اللوندوبيوجيني جون كلود درابراش اللي جاي لتونس عام 88 وتوا جاي على عكاز عمره 88 عام باش يعطينا ما هو الجديد في الشيء اللي هو صارت خبره سنين. واخيرا والجديد نتاعو هو في الكتاب هذا عام 20 معنا عنده عام وعام 20 والثالث هو جاي من شيكاغو عمل اربع كتب على العلم نتاع جامعه باريس اربع كتب كنفسروا اللوندوبيوجيني هذه شنو اللوندوبيوجيني لا تيوري هذا هذم ثلاثه شنو هو الاختصاص هذا خلينا نزيد نوضحوا للساده المشاهدين الاستاذه تفسر الطبيبه تفسر لكم مش معناها معناها سابار دو لا فيزيولوجي حتى كشلي نخلطوا لا باثولوجي معناها اللوندوبيوجيني هو الفيزيولوجيا نتاع الجسم تشخيص معناها تكوين الجسم معناها كيفاش الاعراض المرضيه كي تظهر تابعه شكون تابعه مثلا مسؤوله عليها الكبد ولا مسؤوله عليها الكلى ولا القلب ولا احنا ماهوش الكبد في الميدسين انتغراتيف الكبد ماهوش وحده الكبد يفي بارتي دو تو لو سيستيم ديجستيف مثلا اللي هو معناها يسوبي لانفلونس نتاع لو سيستيم اندوكرينيان معناها نتاع الغدد اللي هو سو لا ديبوندونس دي سيستيم نيرو فيجيتاتيف اللي هو ياثر فيه دونك ما عادش نحكيو على امراض الكبد في الكبد نحكيو على امراض التداخل اللي متجسده في الكبد دونك من الفيزيولوجي دو سانس دو لا فيزيولوجي على لابليكاسيون دو لا فيتوثيرابي. دكتور انت مختصه في التجميل يعني بالنسبه لكم انتم دخلتوا مشوار التداوي بال معناها كي تجيني الباسيونت عندها مشاكل جلديه ما عادش نخزر في الجلد هي تبدا كونسونتري على وجهها ولا نبدا نقرا في بدنها شنو فيه باسكو معناها ما تنجمش انت تشوف معناها كيما قلنا ما عادش يولي الشخص هو شنو ظاهر منه الشخص تولي معناها تشوف اللي في وسطه الكل قاعد يغلي. نعرف برشا اكيد مواطنين هو قاعد يتابعوا فينا كل واحد وانا باش نقول لك حاجه في اللي هزني للفيتوثيرابي هو انا خاطر نعمل لامانسيسمون معناها جيستيون دو بوا اي لوبيزيتي اللي هي سي اكبر يمكن تشخيص يوريك اللي ماهوش كان عضو واحد اللي فيه مشاكل اللي جسم كامل دونك يخليك ديما تبحث وتفركس علاش وكيفاش وشنو
عالم كبير. شكرا لك دكتوره. سي ابراهيم الوساتي اكيد انت الدكتور اما تابع سوق العشاب معنا. لا لاني انا لا كل واحد اختصاصي لا في الحشيش ولا في الحشائش، ولكن ربما من نجم كان نثمن مثل هذه المبادرات، خاطر احنا مع الاسف في المده الاخيره طغى علينا السياسي، والاهم اللي هو مثلا متعلق بصحه المواطن نكاد نهمله في مختلف وسائل الاعلام تاعنا. والدليل هاك علاش توا الدكتور مشكور يشكر في الاعلام اللي سلط الاضواء على الندوه هذه، والدكتوره زيد بارك الله فيها وضحت لنا عديد الاشياء اللي ربما تخفى علينا احنا كمواطنين اللي ما نفهموش الكثير كما قلت في الميادين هذه. ما نجمو كان نزيدو ناكدو ونثمنو انه ماذا بينا مختلف وسائل الاعلام، مش فقط بطبيعه الحال الاعلام العمومي يبقى دائما هو القاطره، ولكن بقيه وسائل الاعلام ان تتخلى على شيئا فشيئا، مش كومبليتمون خاطر يصعب جدا على الجوانب السياسيه اللي طاغي علينا، وتمشي الى ما ينفع الناس. ينفع الناس هي الصحه اولا، الصحه ثانيا، ثم التعليم، ثم فيما بعد الجوانب ذات الصبغه الاقتصاديه والاجتماعيه. الدكتور خالد عبيد مختص اكثر في السردينه وفي البسيسه الحقيقه، نعرفك والوزف والبسيسه. هو مختص في السردينه ينفع ياسر في الاندوبيوجيني. هكا ولا لا كيك صحيح انت تعرف عاد خير نعرف كل ناكل الاوميجا 3 والكل حاشنا بالسردينه الخبيث وقول لهم موضوع مهم اكيد مش تحبوا نحبوا السردينه هي الاولى. أكيد هي الأولى مع البسيسة زادة ومع البسيسة خدنا نعرفوه من هوية البسيسة. هذه التونس اللي نحبها اللي نحبوا نسمعها اللي نحبوا نشوفوها، إلا مزيد كي كنت نحكي كيفاش معناها التونسي يلزم نظهروا فيه ثقافة العمل، معناها نشوفوا التونسي معناها وقت نسمع يعني طوى الدكتور الشملي والدكتورة نسمعهم يحكيوا كيفاش التطور اللي صار، كيفاش في الليزانيس معنا في السبعينات والثمانينات، كيفاش كنا وكيفاش توا ولات خبرات تونسية وأياد تونسية وأطباء وصيادلة توانسة. نقول هذه تونس اللي احنا نحبوها تكون موجودة، ولا تعطي طاقات إيجابية لكل تونس ونبنيه عليها، ويزينا من كل شيء اللي يهدم، ويزينا من كل شيء اللي يخلي التونسي نفسيته كل تنهار وتكتئب، حاشتنا بالشيء الايجابي اللي يزيد يقوينا. ومن هذا الشيء نجم نعملوا برشا امور اخرى لفائده التونس. اليوم واجعي في الموضوع هذا نلزم نتكلم ولزمنا نخدموا. ايوه دقيقتين. مش تونس تشرفنا برك، تونس ستصبح دوله موديل ان شاء الله يا ربي دكتور. الموديل في الطب هذا اللي اخترعوا الطب هذا بعثوا برسالة لرئيس الجامعة بتاع المشتير كلية الصيدلة، وجايين قالوا له احنا جايين اولا نحبوا نثمنوا ونحينوا الدروس اللي عطيناها لكم عام 90 ونعطيكم جديد، وجابوا منوال بتاع تحيين من عند خبراء عالميين. وكلية الصيدلة ستحتضن يوم الاحد على هامش هذه الملتقى عشية كاملة، شكون فيها هالعلماء اللي جاوا من البر وكل الأطباء والصيادلة اللي قراوا ويقريوا فورماتير نتاع تعلموا، وأضيف كذلك ملتقى كبير ونضيف عليهم باش البارح أنا مع رئيس الجامعة ومع عميد الكلية باش اللجنة البيداغوجية نتاع الجامعة تكون عين باش البرامج هذه ستصبح وعمل التحيين مش دوم عام على الاقل مش نجنها، والمراجع اللي باش تخرج من تونس تولي معتمده عالميا للتدريس. واكثر من هكا يقول لك احنا نحب نكونوا التوانسه اطباء وصيادله باش يهزوا هذا العلم في العالم، خاطر تونس اول دوله رياديه اللي بدات من عام 88 لليوم بدون انقطاع. قوات كبيره. ان شاء الله. هذا فضل كما قال للعقل التونسي وحراير تونس اللي عاونونا في الشيء هذا. باهي تحيير المواجهه. وخاصه نقولوها
تونس ماشي القدام إن شاء الله. شكرا لك دكتور برجالها وخاصة نسائها شكرا لك دكتور ولا لا سيدتي إنصاف نحيو كامل كملت احنا ديما نمشيو بالتناشف أنا مرأة وراجل نحيوك في هذا ونحيو كامل الحقيقة فريق المؤتمر والملتقى. نحيو سيدة رئيسة المؤتمر سيدة سامية قرابورني وشكرا لك دكتورة إيناس البلاقي عندي نورتها خط طبيب مختصة في التجميل. شكرا على كل هذه المعلومات. نص دقيقة جست نقول لي لو بروميير اوفراج فيه سي رشيد الشملي من لي زوراتور اي لو ديرنيير اوفراج فيه زاد ان اوتر تونيزيان لي هو سي دامق. Donc tu es déjà aujourd'hui dans les revues internationales de cette discipline jdida. Ou هذا ما نجم يكون كان فخر لينا. كل الدوريات والنشريات العالمية. وما جاوا يحبوها تكون تونس إشعاع معناها لكل العالم في الاندوبيولوجي. نتمنى لكم كل التوفيق. الإشياء الإيجابية لازمها تظهر ولا. هذا هو. نتمنى لكم كل التوفيق إذا من 3 جوان 3 و 4 و 5 جوان مدينة المنستير هي منارة علمية طبية وصيدلية للتداوي بالأعشاب والطبية. أكيد مش سوق البلاط كيف ما قال مع احترامنا للجميع. جزيل الشكر لك سي شامي. شكرا لك دكتورة بلقي عنابي. إذا نمر لموضوعنا التالي هذا المساء أكيد عودة على تصريحات السيد رئيس الجمهورية بخصوص لجنة البندقية. تقرير زميلنا نزار زهرة فضلي ثم نعود للبلاتو. جدل واسع أثار